القرية تراوح سومو من هوا بعد شقولك عليش عليش خطر يستحمل الثقل يستحمل الرزن ما يتقشرش بطول المدة كن حركوا فرش ولا حركوا جلس ما يتكسرش كيما السيراميك. السيراميك أنت تحرك منه يعني اسمه معناتها مستو تسمع حسه السيراميك ياسر جويد. باش نفرقوا بين السيراميك والجري، الجري الظهر نتاعو كي نشوفوه من تيلي نلقاوه بلون، السيراميك الظهر نتاعو احمر. هذا اللي هو رخام اسبانيا؟ لا لا مش رخام اسبانيا، لا رخام اسبانيا هذاك نوع من الرخام، الجري ستون ماتيير نستعملوها تشبه السيراميك اما كي نقلبوا الوحده اخشن اخشن ظهرها ابيض وهي اخشن صحيح. باش نقمرها هكا كنقمرها ظهرها ابيض والاخرى ظهرها احمر واضح. وتبدا اخشن تتحمل الدعك تتحمل كل شيء نقاه والكبر نتاعها الكعبه تتراوح ما بين من 60 ل 60 حتكشي ل 90 على 90 به. السيراميك ولو انه اني ما ننصحش به انت قلت على سوم المتر نتاع الرخام قول لنا الجري هذيا الجري تروح سومه من 45 دينار حتى تكشي 60 دينار المتر مربع مش اغلى مش اغلى واضح. ما نلقاوش اغلى به 60 62 كيكا يتراوح بين كيكا به نحكي لكم توا على السيراميك ولو اني ما ننصحش به يزلق اول حاجه يتقشر بطول المده اني نقول لك كان ناوي على البني اعمل الجري اخسر الفلوس واشري جري خاطر يدوم اكثر من السيراميك. السيراميك معناتها عام عامين يتنحى اللون نتاعو ويولي معناتها بالح وكل شيء. الجري نقاو فيه زاد تكستور مختلفين، نقاو فيه تكستور الحرشه نجمو نستعملوها في لي سال دو بان باش ما تساعدناش على ما تزلقناش ونستعملوه زاد في الكواجن ونقاو فيه الالوان الكل، نقاو فيه حتى البلون اللي بالفيه العرق الجري كيما الرخام ايطاليا. رخام ايطاليا نقاوز ده في ديمونسيون 60 على 60 يعطي منظر ياسر ياسر مزيان، ندير رخام وفيه لمعه لمعه مزيانه برشا. به نحكي لكم توا على البورسلين. البورسلين هو نوع من الارضيات زاد فيها لمعه كبيره، اما نقاوها في دي ديمونسيون كبار على الاخر وقت اللي يبدا عندنا صاله كبيره، ونقاوهم جينيرالمون في لي زونتري دي زوتيل في الريسبسيون تاع لي زوتيل نستعمل البورسلين. لا ما يزلقوش ما يزلقوش البورسلين، تلقاها كعبه الكعبه بركه متر وعشرين على متر وعشرين تلمون كبيره يلزمها اسباس اسي انورم صحيحه وتعملها وانت مطمئن وما تخافش لا تحلي عليها حاجه لا بس عليها لا بالعكس تستحمل الثقل تستحمل كل شيء. تقول لي كلمه بورسلين يجي في مخي البورسلين واضح. فما الفينيل، الفينيل اللي هي كيما نوع من التابي اللي هي نوع من البلاستيك أي. يتقص بالمتر وكيف كيف نقاول الاكثريه كانت تدخلش للروضه تلقاها روضه فيها أي. الفينيل الوان الوان تلقاها الوان الوان وكل شيء هذاك يتسمى فينيل يتقص بالمتر مربع نقاوها ما نجموش نعملوه في الديار هذا والا في بيت الصغار في بيت الصغار يعني نعملوه في بيت الصغار ولا نعملوه في حاجه تطلب ديكور فيها الوان وكل شيء. مترو غالي يا سهيله متروه يتراوح فما حتى يوصل ل 70 دينار من المتر وانت طالع به. نحكي لكم على الموكيت. الموكيت اللي هي نستعملوها الاكثريه في البلايص البارد اللي تقع معرضه للبحر والا ديار تقع مع البحر يستعملوا لي موكيت. لي موكيت اللي ما ننصحش بهم خاطر يلموا برشا بكتيريا ويلموا برشا وسخ يلزم انتروتيان ونظافه وكل شيء. به ماذا بينا احنا معناها انا فهمت منك تو اللي انت تدبر علينا نستعملوا اكثر الجري. الجري ننصح به 1000% في البلايس الكل في لي سال دو بان في القهاوي في لي سالون في كل شيء كل شيء نستعمل الجري من احسن ما نستعمل